كيف حال مشاهدينا الأعزاء؟ اليوم سأتكلم على الطائرة لأنه في كتير من المشاهدين قالوا لي مهتمين بالموضوع. أول شيء طلبت من موقع إي باي سيارة رخيصة جدا، أعتقد بضاعة صينية يعني، فقط لكي آخذ منها الريموت والريسيفر. ادي البضاعة يا جماعة، بضاعة ستوك. المهم خلينا نشوف. شايفين؟ ببعد 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 تتحرك. طيب وضعت البطاريات، طلع شغال. مش عارف امسك الموبايل واتحكم في السواقة. طيب كل هذا لازم ينفك يا جماعة عشان ناخد السيستم من هنا. في ريحة حريق طلع. Just not sure what to say to be honest. ها هو المنتج الأخير يا جماعة. هذا يطلع لك موتور، موتورين، وهنا البطارية. كيف حال المشاهدين؟ لسه صاحي. ها هو اليوم الثاني على التوالي. هننزل نشوف الصندوق البريف تحت، هل وصلت أي شيء؟ أنا طلبت سيرفو وطلبت مروحة. خلينا نشوف. كما ترون السيرفو هذا وصل. شايفين السيرفو هذا هو اللي هيحرك الجناح. المشكلة انه في السيرفو جوه في المنظريكة، هذا لازم يطلع. شايفين هذا لازم يطلع ويتوصل على طول من الموتور. حجل القطعتين دول يكونوا هم الجسم بتاع الطائرة. عشان اعطيكم فكرة على قوة الموتور هذا، هوصله بالبطارية ونشوف هل هيزق، هل هيزق البتاع هذا ولا لا. اهو. طب نحط عليه تقل، ازازة مليئة بالماء. المفروض المرة دي ما يروحش، لو راح يبقى الموتور قوي. يعني عايز يزقه بس. شايف؟ في قوة. لو شلت ده راح خلاص. الآن جاء الوقت ان احنا نشتري فوم، اللي هو اعتقد بالعربي اسمه فيلين، في محل هنا اسمه هوبي كرافت، بيشتروا منه كل الستودنتس بتوع الارت اند ديزاين، اي واحد عايز يظبط حاجه كده. النهارده يوم السبت عشان هيك في زحمه. شوفوا الباركينج يا زلمة، بالعافية شفنا محل الواحد يركن سيارته. ها هو المحل الذي نريده. شايفين؟ ها هو اللي احنا نريده يا جماعة. 4 × 10 pounds. هو ده الفوم. هنضطر نعمل جناح من هذه. طيب الطائرة شكلها عم يكتمل، يعني عايزين نحط احد من الدبابيس هذه يربط ما بين الاثنين بحيث يقدر يتحكم فيها up and down. هذه بتتحرك من قدام ومن ورا. ها هي طائرة اخي حكيم. تالي حطير، يعني حطير. كم لايك يوصل للفيديو هذا عشان نجرب الطائرة مع المشاهدين؟ كم سبسكرايبر عندك؟ تقريبا 7000. فلنقل ربعهم، على الأقل ربعهم لو عمل لايك. يعني كم؟ 1000 واحد؟ 1000 واحد. 1000 لايك. 1000 لايك لهذا الفيديو، ده على الأقل يعني. اضرب اللايك لو أنت عايز تشوف الطائرة. اضرب اللايك، اعمل سبسكرايب. لا تخزي الأخي حكيم، بقاله شهر عم يشتغل في هذا البروجكت. إن شاء الله نوصله إلى 1000 أو أكثر يعني.